مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. ما زالت جهود الدولة للنهوض بالعملية مستمرة، وفي هذا الإطار ومع عودة الدراسة مرة أخرى والفصل الدراسي الثاني، قرار عاجل من التعليم بمنع خروج المدرسين أثناء اليوم الدراسي، ومجموعة من القرارات الجديدة هنعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والذي انطلق 10 فبراير الجاري. كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها الصادرة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس على ضرورة عدم خروج المعلمين أثناء اليوم الدراسي، وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية في المدارس ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات وتنفيذ اليوم الرياضي والثقافي وفترات المشاهدة. كما كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 المنظم لمجموعات الدعم المدرسية للطالب، وللتأكيد على تسجيل الغياب أولا بأول لجميع المراحل، وكذلك الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك حفاظا على انضباط الطلاب، مع التأكد من وصول الكتب المدرسية لجميع الطلاب بالمدارس لجميع المراحل التعليمية. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار السعي نحو الوصول لأعلى معدلات تحسين الأداء وتعظيما للجهود المبذولة للحفاظ على حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي، والذي سيتم من خلاله تقييم أداء القيادات بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل الغياب الإلكتروني ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب في المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط والعمل على جذب الطلاب للمدرسة، خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلا عن اكتشاف المواهب ورعايتها. كما أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 37 بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود 54 معلما ضمن نسبة 5% المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة 30,000 معلم. ونص القرار على أنه اعتبارا من 1/9/2023 يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بعد استيفاء جميع المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي تغطيتنا، ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، تابعونا.